صالح بتغلب عليه. وعرضنا الكلام ده قبل عشان تصدقوا، عشان ليا تعليق انا قلته الحلقه اللي فاتت، ولكن مهم جدا استرجع معاكم عشان تصدقوا. الامانه، ما هو الاعلام ده امانه. تعالوا نشوف عشان نعلق. اتقال ايه قبل المباراه؟ وما اعتقدش اللي فيه اهلاوي، الاهلي اهم حاجه في الدنيا، والاهلي ينتصر ويكسب كاس افريقيا ده اهم حاجه في الدنيا، لكن في ناس بتوع مصالح اهدافهم تانية. تاني تعالوا نشوف. الاهلي يغلب النجم ويصعد ياخد البطوله، ولا الخطيب ينجح في الانتخابات؟ حلو. يعني ليه امنيه واحده؟ ليك 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 اجابه، ليك اجابه واحده. الخطيب ينجح في الانتخابات لو هي ليه امنيه واحده، على مسافه واحده. ما هو اي حد بيهرف اي حاجه ما ينتميش للنادي الاهلي، مش مهم الاهلي يكسب، مش مهم، مش حاسس بجمهور النادي الاهلي، مش حاسس باي حاجه. الحمد لله يا رب تكون دلوقتي مطمن. اصل في ناس كده ما يعني مسمى بس، اللي تيجي تقول لك ايه ده انت بتشجع ايه، بتشجع لكن ما تعرفش قيمه فانيله النادي الاهلي. انت تشجع افراد لكن ما تعرفش تشجع كيان. ما تحسش انت ب 70 80 مليون واحد زعلوا ما عرفوش يناموا، ولغايه النهارده بيجي لنا رسائل احنا زعلانين، ومن حقه هو ده، احترم ده. وعشان تتعلم اكتر من الصوره اللي عرضناها، النادي الاهلي هو بيستلم الميداليات ما تعرضش حاجه، واللعيبه كلها كانت بتقلع على المركز الثاني ده، تقيل على قلبنا قوي، دمه تقيل، فهو ده. لكن هنشتغل وهنقوم وهنقوم فرقتنا وهنقف جنب جماهيرنا، وهكذا وهكذا هتمشي الحياه، شغلنا الطبيعي. ده كان مهم جدا في البدايه اعرضه لحضراتكم عشان تعرفوا. في ناس تقعد تنظر قبل المباريات المهمه ومش فارقه مع اي حاجه، مش فارقه معاها غير مصلحتها، وده اللي احنا بنحاربه. كلامنا دايما كمان على فكره الانتخابات، كل شويه فكره المظلوميه، الحق فلان شتم، الحق فلان مش عارف ايه بيهاجم، لان انت شايف بعين واحده، عين الكذب وعين عدم الضمير. طيب هدخل في الموضوع وهدردش مع حضراتكم، لان انا حتى جا رسائل كتير جدا من امبارح، ودلوقتي ممكن اقول الاسماء، جنة الرحمن، سيد سلطان، اسماء كتير جدا بعتة. وضح كابتن قصه التسريبات، ما عندناش حاجه يا جماعه نخاف منها اللي احنا نتكلم فيها، انا قلت لكم اللي بيحصل بره هيتقال على الشاشه، ايا كان هو ايه. لما اتقال بقى قصه تسريبات ومش عارف ايه، فتقعد تفكر كده ما بينك وبين نفسك تقول ايه ده؟ ده التسريبات دي، ده الناس جايبه الواحد في قصه البطنيه اللي بيقولوها دي، وعمال يجهز بقى متفجرات واتمسك بالتسريبات، ولا كان ماشي مثلا بيقول معلومات عن الدولة، ولا مثلا ايه، حطيت حزام ناسف في مكرم عبيد عند حديقة الطفل كده وراح افجر الناس. حسيت الواحد عمل مشين. ايه ده؟ فمن هنا ما دام انتوا عاوزين توضيح للناس المحترمة اللي عايزة تعرف، اصل انتوا مش فاهمين في قصص كتير. البعض عايز قصة الانتخابات دي قصة متعبة شويتين، واحنا أول مرة نخش في الجدل الغير طبيعي. ولو الإعلام أو الانتخابات أو أي حاجة هتمس سمعتنا بنقصها أي حاجة، لأن احنا دي أكتر حاجة محافظين عليها، وأكتر حاجة حطينا قدام عينينا عشان ولادنا يبقوا فخورين بينا قبل أي حد، لأن بنحترم أسرنا. طيب تبقى قاعد مع صحاب فيما بينك وما بينهم عيش وملح، وزي اي حد اشرح لكم ببساطه اكتر، عشان انا انتوا بتحبوا الجمله دي فانا هكررها تاني. على مستوى الاحياء البسيط، بتبقى زعلان من واحد زميلك، تبقى قاعد مع واحد تاني ده زعلني في 1 2 3 4، ممكن تشتم وممكن تقول اللي انت عايزه. القعدات الخاصه تقول اللي انت عايزه، تقول اللي انت عايزه، ما تعرفش بقى حد يمسك تليفون جنبك يعمل حاجة مش مظبوطة، انت نواياك. وبعدين الكلام ما فيهوش حاجة تخص افراد خالص. طيب يجي يقول لك ايه الحق تسريب، انا قلت زي ما قلت لحضراتكم من شوية
كانه ايه ده، والواحد كان فيه حزام ناسف وراح يعمل حاجه غلط ولا ايه مش فاهم. باختصار عشان ما ادخلش في تفاصيل اكتر من كده، في قعده خاص اقول اللي عايز اقوله، اقول اللي عايز اقوله في قعده خاصه، طالما حاجه لا تمس الاخلاق، طالما حاجه لا تخص العلاقات المش مظبوطه، طالما مفيش في جيبي جبنه ولا في كرشي جبنه ولا على كتافي حديد، افضل اقول لكم طول الوقت ده الشبهه بعينها. ده واحد. اتنين يقول لك مش عارف ايه وبتاع، الحق وشوف. ده احنا لما بنقول، وهو ده فكرتي معاك وطول الوقت واللي انا بقوله، لما بنقول عمل طيب مش عارف تلاقي الناس اوكي ان شاء الله، ولما يقول لك تسريب الحق فضايح تلاقي ايه ورا بعض. ثقافة لأصحاب النفوس الضعيفة، ما اقدرش اقول لهم غير كده، دي الحقيقة. وما عندناش حاجة خط بنتكلم مع حضراتكم وبندردش في كل حاجة، هي دي الحقيقة. ما يعني اللي يخوفنا اطلع ب 8000 حاجة من النوعية دي ولا تهز شعرة، لأن الناس عارفة مين اللي سمعته طيبة ومين اللي تاريخه مطيم بتين. ده تاريخ والله العظيم أصعب حاجة على أي حد اللي يبقى فيه حاجة أخلاقية وصعبة وعلاقة مش مظبوطة. مش هقول أكتر من كده، هبقى ملتزم الأخلاقيات اللي أنا أتعلم. فده اللي يخليك مرعوب وخايف ومش عارف إيه. لكن تيجي تكلمني ده حتى على المستوى الإنساني، أي واحد يبقى زعلان من زوجته ويقعد مع حد تاني في إيه بس وبتاع مش عارف إيه، يقول والله ده أنا في واحد اتنين تلاتة أربعة مع الصحاب. ده على مستوى الأسرة، في اتنين بيقعدوا صحاب مع بعض ما يشتموش عادي. هو العيب اللي انت تشتم فعل، هو طبعا عيب اللي انت تشتم في الشارع، ولا عيب اللي انت تشتم وسط جمع، ولا عيب. لكن في غرفة مغلقة انت ما تعرفش نوايا الناس، وللأسف في ناس نواياها ضعيفة كان المفروض اللي هم أصدقاء وصحاب. بس موضوع سهل وبسيط. تتاخد بقى الحق تسريبات، الحق مش عارف ايه. يا عم ما بتهددش، ما انا قلت لكم اللي يهددك ويمس كيانك الحاجات اللي انا قلتها واللي طالعين بيتكلموا فيها، ده هم تاريخهم منايل بنيل والله العظيم. في حاجات كلكم عارفينها، واسوأ حاجه اللي انت بقى تذكرهم بيها طول الوقت. انا يعني ما عايز اتكلم على المستوى الشخصي، انا مش عايز اتكلم في موضوع يبقى فيه شخصنه، لكن ايه اللي توديه للكابتن محمود الخطيب؟ ايه اللي علاقتك؟ مش فاهم. ويقول لك مش عارف ايه، الكلام ده هتشوفوه بعد شويه اللي هيبقى ليه. لكن انا ليا جمله من حقي اللي انا اقولها. انا ما الكابتن صالح سليم الله يرحمه ما علقليش ورقه على الباب، وفي الاخر اجي اتكلم باسم النادي الاهلي وممنوع ادخل ناديه عشان تجاوزت في حق المايسترو صالح سليم. انا ما اتهمتش حاجات تمس رئيس عايش في وجداننا، رئيس عايش في وجداننا، ما اتهمتش اتهام ما ينفعش هنتهم بيه وتعلق ورقه ممنوع من دخول النادي، وبقلبه الرحيم يدخلك عادي بعد كده. واحد. اتنين، ما فيش مدير اطلع بره امشي. ما 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 ما, ما روقتش اشاعات على المرحوم اللي علمنا اسمه على مسمى الرام ثابت وبطل. ما حصلش معانا ما حصل، مش عايز اتكلم في تفاصيل يعني، ما حصلش معانا سيديهات موجوده، ما حصلش معانا حاجات فيها اخلاقيه موجوده، ما حصلش مع اصل لو حصل الكلام ده، ده انا كسفت ما اروح، ما قمتش رحت اقتحمت. يا جماعه ده ناس بتكلمكم على اخلاقيات ويقول لك تسريبات، ده ناس اقتحمت استوديو وبتطلع في الاعلام عادي. يا نهار ابيض على اللي احنا فيه والله. الواحد بيستغرب فعلا، الواحد بيسمع في حاجات ما تخشش العقل. في واحد راح لزميله في استوديو يضربه وعايز يتجاوز في حقه احد المخرجين، والامور بتمشي عادي ويكمل عادي. في واحد في مصر الناس اللي هي عايزه تروج الاكاذيب دي شويه، هاني ابو ريده زي الفل، واحنا معانا شاب انا سيف زاهر خالد الغندور مش ده، وتنظر كان قاعد كده مش عارف ايه. الفقره دي اللي في البرنامج مش مظبوط، لا الحته دي
مش قناة النادي الأهلي كانت إيه قبل كده؟ أنا هقول لكم كل حاجة النهاردة عشان دي مصارحة معاكم. شادي محمد يا أهلوية، يا أعضاء الجمعية العمومية، يا محترمين، الحاجات الكويسة اللي هو حكاها لكم في بداية الحلقة كان شادي كويس وهو ده اللاين الاحترام ومش عارف، ولما يتكلم يقول الحقيقة، ايه ده يا جماعة ده بيشتم ومش عارف في كده. على العموم في فقرات ورصدنا حاجات مهمة جدا 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 النهاردة عشان تعرفوا مين اللي بيخاف عليكم ومين اللي بيحترمكم ومين ومين ومين. الأهم الكيان، قلنا مش هنتكلم في انتخابات، ما اتكلمناش، عرضنا صورة حتى للجميلة المحترمة للمهندس محمود طاهر مع الكابتن محمود الخطيب في المغرب، وقلنا ايه الشياكة دي؟ الناس اللي عمالة تعبس ليل ونهار بيعملوا كده ليه؟ مصممين عايزين خناقة، مصممين عايزين خناقة كل يوم كل يوم، وبعد كده يطلع واحد شتم، يجيب لك واحد على الفيسبوك، واحد موتور يقول لك الحق ده بيشتم مش عارف رمز من رموز النادي. يا بيه ما انت، هو انت ما شفتش بعينك كمية الإهانة في الشهور اللي فاتت دي؟ فاحنا ما بنعرفش نتعامل مع حد قافل عين عامل كده، ما بيشوفش غير حاجة واحدة بس. طب تتعاملوا ازاي؟ كل ما اتكلم واحد يقول لك فهمت ايه من المكالمة؟ يقول لك مش واضحة. طب اتذكر فيها اسم أي رمز؟ يقول لك لا هنشوف. أنا مش هدخل في تفاصيل أكتر من كده عشان أحافظ على الجميع، ولكن أول ما عملنا الفلاشة كده الكل عمل كده. أنا بقول لكم، أنا عارف بقول لكم. لكن أتكلم بما يرضي الله. اخلاقيا الواحد بيحاول يبقى صبور، لا بلاش لا بلاش، لان في ناس والله الواحد لو عرض الكلام ده في ناس مش هينفع تسمعوا لهم صوت. يعني انا بتكلم والله بما يرضي الله، والله مجرد ما عملنا الفلاشه كده قال لك الحق بسرعه، اسبق قبل ما خلص بسرعه عشان الناس ما تصدقوش، اصل ده ليه ظهير في الجماهير، كل حاجه رصدنا، اطلع بالصفحات، شغل كام عيل شايل الشنطه دولت بسرعه، يلا بسرعه بسرعه بسرعه، البلوبيف على مش عارف على مين على مين، ايه بسرعه. اساسا انا الكبير والاهلي علمني كده، الكبير يتعامل مع الكبير ما يتعاملش مع الصغير. ملعونه الانتخابات اللي تخلي الامور تبقى كده، ملعونه ملعونه الانتخابات اللي تخلي سيء السمعه يتصدر المشهد، ملعونه الانتخابات اللي حد بيكبر في السن يخيب، ملعونه الانتخابات اللي تخليك تشوف بعين واحدة، تشوف اللي انا ملاك وجميل واللي جنبي شيطان، ملعونة يا اخي. الواحد كل يوم يشوف تطاول، الراجل جاي بيتكلم اربع لغات، مصطفى مراد فهمي المهندس، انا اسف مصطفى مراد فهمي، اهانات من تحت، ضرب من تحت الحزام، يتبعت ورق، ما هو دايما اللي بيحصل معاه كده بيتهم الناس، يتبعت لك ورق تقول ايه وفيديوهات، وفي الاخر يتقال لك احنا مش هقول مكملين، احسن يجي يقول لك كمان يتهمونا اللي احنا بننتمي الفصيل، يبقى احنا كده تسريبات وبننتمي الفصيل، ده تبقى مصيبه سودة مش هنعرف نروح. طالما عندك ثقه في نفسك وراك ظهير جماهيري الناس بتحترمك، ما عندكش حاجه اخلاقيه، خش في الحيط وكمل، لان انت بتمثل النادي الاهلي الكبير العظيم. فمن هنا خلونا نروح في البداية قبل ما نروح للصندوق الأسود، أكيد زي ما احتفلنا الأسبوع اللي فات